طب انا هنا بقى عندي سؤالين. اول حاجه سؤال بالنسبه لي اللي هو طب انا بصدر العلف ليه ما استخدمه؟ احنا عندنا هنا الذره هو المكون الرئيسي، ذره الشام، ذره الصفراء، ذره الصفراء بتاع العلف هو المكون الرئيسي لخلطات الاعلاف في كافه المصانع، فهم ما بيقدروش يستغنوا عنها، وبتتراوح من 40 ل 60% من مكون العلف، اي علف بيطلع في مصر. الطفل علف البنجر الفلاح او المربي الحيوان مالوش تجارب معاه قبل كده، مش واخد عليه، واحنا سبب زياده تصديرنا هو سبب بسبب زياده الانتاج، لان احنا كان عندنا فجوه كبيره جدا في السكر، قدرنا ان احنا نقدر نقلل الفجوه دي بشكل كبير، ووصلنا ل 80% من احتياجاتنا بنقدر ننتجها محليا، فده تسبب في زياده محصول البنجر وانتشاره ما بين الفلاحين بشكل كبير جدا. بس الفلاح ما بيقدرش يستفيد منه، لازم بيورده المصنع من مصانع السكر، مصانع السكر بتاخد المخلفات ديت، بتبقى بتواجهها صعوبات في بيعها هنا في مصر، فبت ايه بيبقى اسهل لها انها تصدرها، وبتاخد من وراها عمله صعبه. الصينيين طالما بياخدوه تعرف انه كويس، هو ما هو بيستخدم بيعملوا او عندهم الانتاج بتاع المواشي واللحوم مذهل بالظبط، ولحمتهم حلوه بالظبط، يبقى اكيد العلف ده كويس. هو العلف ده كويس، بس هو سبب ان لحمتهم حلوه المراعي اللي عندهم الطبيعيه، المراعي الخضراء الطبيعيه بتاعتهم، وان بيربي على السايب مش على المربوط بالظبط كده بالظبط كده، فعشان كده هم متميزين جدا في اللحوم في حلو جدا. الفراوله ده سؤال قد ما يكونش ليه علاقه بحجم التصدير، ايه السر ورا ان الفراوله الموسم اللي فات سكر؟ هو الاصناف الجديده اللي نزلت السوق في صف جديد اسمه سنسيشن، الصنف دوت بصراحه عامل انتاجيه كبيره جدا، وعامل مواصفات مع الجو المصري بشكل خرافي، الفلاحين كلها مبسوطه منه، بتجري تزرع الاصناف بتاعه اللي هي المنتجه حديثا، او في مربي نبات انتجها وابتكرها، ونسبه الجو المصري والمناخ المصري، في حوالي 9 اصناف في السوق دلوقتي بيناسبوا المناخ المصري والجو المصري، وبيجودوا في الاراضي المصريه، وبنقدر نطلع منهم انتاجات كبيره جدا، بنقدر ان احنا نصدر كميات كبيره، وبتنفع كمان في التصنيع اللي هو الفراوله المجمده او عصاير او مربات.